غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. السلام. السلام ونعمة. أهلا وسهلا قناة الحرية. أيوه. أهلا وسهلا بيكي. في أحد ممكن عنده استفسار؟ في أحد ممكن يرد عليه؟ مين معايا يا فندم؟ معاكي حضرتك؟ حضرتك مين؟ اسمي وسام وبتكلم من أمريكا حضرتك من نيويورك. أه يا وسام اتفضل. مش وسامة، وسام. وسام أهلا بيك. صوتك اتغير شوية، في حالة؟ لا بقول أهلا وسهلا بيك، يعني هنعمل إيه؟ لا ما تعمل شيء، متشكرين. حضرتك معذرة يعني كنت ترد على السؤال. أنت حضرتك السؤال إيه؟ مش عارف. طيب أوكي، ريلاكس بس، أنا عاوزك ريلاكس، شيل قلب، ريلاكس. الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على مجال. يا أخونا مفيش مشاكل، أنا عايز بس السؤال. السؤال هو نص، عاوز بس حضرتك النص معناه إيه؟ حزقيال 23:20 وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. الترجمة الحياة، ترجمة تفسيرية، فان دايك بتقول فأولعت بعشقها هؤلاء الذين عورتهم كعورة الحمير ومنيهم كمني الخيل. الترجمة نيو انترناشونال فيرجن بتقول she lusted after the lovers whose genitals were like those of donkeys and whose mission was like that of horses. فضل حضرتك، رد حضرتك. انا ما عنديش انا اجابات الاسئله دي يا اخونا، احنا ممكن نبعتها لله. امال قلت لي يردوا عليك؟ انا بس دوري اني ارد على التليفون فقط. امال قلت لي قلت الاستفسار اللي عندك ليه؟ لا انا فاكره السؤال في 10:40 عشان كده بسالك. استفسار في السؤال في ايه؟ في برنامج دلوقتي على الهواء، فانا فاكرك هتسال في سؤال عشان ابعته. يا فندم انا قلت لك نص، قلت لي اتفضل. انا قلت لك عندي نص. ايوه. طيب. انت على فكره ابو مريم ودايما بتتكلم وانا عارفك من صوتي. ايوه انا. ابو مريم مفيش وداعي للمجادلات، خليك في اللي انت فيه وقرب من صوتي. ليه؟ ما ترد، انت مش سيده محترمه. رد رد على النص. رد على النص. قفلت السكه. كان معانا نواه مباشره قناه الحريه وهي قناه قبطيه حقيقيه ارثوذكسيه، وده الرقم بتاعهم في الولايات المتحده الامريكيه. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، تكبير كل تكبير. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره، جل قدره، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.